نشرت دليفري هيرو تقريراً يقدم نظرة عامة على أرقام طلبات ما قبل الاكتتاب العام للمنصة في سوق دبي المالي. ووفقاً للتقرير فإن طلبات لديها 6 ملايين مستخدم نشط شهرياً و64 ألف شريك أو بائع و115 ألف سائق توصيل مع 6.1 مليار دولار مبيعات عبر المنصة في 2023. وقدمت المبيعات عبر المنصة أو الجي أم في بأكثر من 50% في الفترة بين 2015 و2023. أيضا بلغت المبيعات عبر المنصة نحو 3.5 مليار دولار بالنصف الأول من العام الحالي، وهو نمو ب 23% عن الفترة نفسها من العام السابق. وبحسب التقرير فإن طلبات تحقق متوسط عائد على الإنفاق الإعلاني للبائعين يبلغ 4.9 ضعفاً، أي لو أنفق البائع دولاراً على الدعايات عبر المنصة فإن ذلك سيحقق عوائد بنحو 5 دولارات للبائع. المستخدمون الذين يطلبون توصيل الطعام فقط يطلبون بالمتوسط نحو 4 مرات بالشهر، بينما يطلب الأشخاص الذين يستخدمون الخدمات الأخرى بالمتوسط 13 مرة في الشهر. أيضا حققت الشركة تدفقات نقدية حرة بالنصف الأول من العام الحالي بقيمة 226 مليون دولار بارتفاع بنسبة 64% على أساس سنوي وبهامش 7% من قيمة السلع المباعة. انطلقت طلبات من الكويت وتعمل حاليا في 7 أسواق أخرى، مصر والأردن والعراق والبحرين وقطر وعمان والإمارات. وقالت الشركة إن الأداء جاء مدفوعا بقوة الاقتصاد الكلي والنمو السكاني المستمر وارتفاع استخدام الإنترنت، كما توقعت الانتهاء من عملية الاستحواذ المخطط لها لمنصة إنستاشوب المملوكة حاليا بالكامل للشركة الأم دليفري هيرو في بداية 2025. وبما أننا نغطي فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة في الرياض هذا الأسبوع، لابد وأن نتطرق إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي توظفها منصة طلبات. ف14 مليون دولار سنويا من العوائد أضافتها التطبيقات التي تتنبأ بالطلبات وتقوم بتقديم توصية متخصصة للعملاء أو Predictive AI Recommendations.